السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هبدة جديدة. النهاردة هنتكلم على الايفون 12 برو ماكس بعد استخدام دام لخمس شهور. ايه المزايا بتاعته وايه العيوب؟ خلونا نشوف. Let's go. وقبل ما نسترسل في تلك الهبدة، ما تنسوش اتكلمنا قبل كده على مواصفات الايفون 12 برو ماكس، هتطلع لكم فوق اللينك بتاعه، تبقى خش كده ايه شوف فكرة وعرف المواصفات بتاعته، وهتلاقيني سايب لكم لينك المواصفات برضو بتاعته في الديسكريبشن تحت، ممكن تخش علشان تعرف المواصفات بالتفصيل. الـ12 برو ماكس بقاله معايا دلوقتي تقريبا 5 شهور بستخدمه كموبايل دائم معايا، له ما له وعليه ما عليه. فخلونا نبدا الاول بما له والمزايا، يلا بينا. الميزه الاولى، الموبايل بيمتلك اعلى تشيبسيت موجوده في السوق دلوقتي، وهي الاي 14 بايونيك بال5 نانو فيتشرز. نقدر نقول ان هو فعلا اعلى تشيبسيت موجوده، اعلى من الكوالكوم السناب دراجون 380، واعلى من التشيبسيت بتاعت سامسونج اللي هي الاكسنوس 2100. الميزه الثانيه اكيد الكاميرات، نقدر نقول كده وبكل ثقه ان هذا الجهاز هو وحش كاميرا. افضل صوره ممكن تاخدها من موبايل هتلاقيها في الايفون 12 برو ماكس، وخصوصا الفيديو يا جماعه. الميزه الثالثه نقدر نقول عليها، هي ميزه الحقيقيه للميزه الثانيه اللي هتخص التصوير برده، الا وهي خاصيه التيمبتس الدولبي فيجن. الخاصيه دي كنت اتكلمت فيها في حد على السخان برده، هتطلع لكم فوق اهي، ممكن تخش تاخد فكره عنها. وحابب اقول لكم ان الفيتشر بتاعت التيمبتس اللي هي الدولبي فيجن دي مش موجوده اصلا في كاميرات احترافيه، يعني في كاميرات احترافيه لسه ما نزلش فيها الخاصيه دي. فلك ان تتخيل ان الخاصيه دي لما تيجي تصور بيها فيديو بيطلع لك حاجه لوز اللوز. الميزه الرابعه، لا مفيش ميزه رابعه الصراحه، في عليه قوي ثلاث ميزات. انا اصلا شايف ان ابل غلطت لما قالت السلسله بتاعت ال 12 دي سموها 12. انا رايي ان كانت ممكن جدا تتسمى ال 11S، خصوصا ان مفيش يعني تغييرات جوهريه بين سلسله ال 12 وسلسله ال 11. خلونا بقى ندخل على عيوب هذا الكائن. ليتس جو. العيب الاول، الموبايل تقيل جدا يا جماعه، تقيل جدا في الايد. الموبايل ده تقريبا وزنه ربع كيلو، يعني انت لو عايز تطلع كده تعمل عضلات في صوابعك انصحك بهذا الجهاز بشده. العيب الثاني، ما نقدرش نقول عليه عيب لكن نقدر نقول عيب عليك يا ابل، موبايل ب 1100 دولار ما ينزلش بتردد شاشه 120 هرتز، غريبه جدا. هي ابل كده دايما بتعمل حركات نص كوب، فانا بعتبره عيب الصراحه، خصوصا ان في موبايلات اندرويد فئه متوسطه نازله بريفريش ريت 90 هرتز، وفي كمان موبايلات نازله فئه متوسطه 120 هرتز. مش عارف اقول لك ايه يا ابل الصراحه. العيب الثالث، البطاريه. مش بقول ان البطاريه وحشه، لا البطاريه كويسه جدا وهتكمل معاك اليوم لو انت مستخدم عادي او مستخدم فوق المتوسط. لا البطاريه هتقعد معاك اليوم كله، وممكن تلاقيها في اخر اليوم عامله معاك 35-30%. امال وحشه ليه بقى؟ وحشه لان انا بقارنها طبيعي جدا بالموبايل اللي قبليها اللي هي الايفون 11 برو ماكس. الايفون 12 نزل بخاصيه الشيبسيت اللي A14 بايونيك نازله بال5 نانو، المفروض ال5 نانو دي بتعمل توفير في البطاريه، فقامت ابل عملت ايه بقى يا معلم؟ سابت ال5 نانو وقامت مقلله في سعه البطاريه. اصبح المستخدم اللي معاه ال12 برو ماكس لما بيجي بيشوف المستخدم ال11 برو ماكس، لا البطاريه تقريبا زي ما هي، ان ما كانتش اسوا بشيء بسيط. يعني ال11 برو ماكس البطاريه بتاعته اعلى وبتقعد وقت اطول من بتاعه ال12 برو ماكس. فطبعا انا شايف ان ده عيب لا يغتفر من ابل. ترى يا ابل مستكتره انك تسيب ال5 نانو وتسيبي سعه مش بقول لك زوديها، سيبي نفس السعه بتاعت ال11 برو ماكس. نقول ايه بس؟ وبس كده يا معلم، دي كانت ابرز المزايا والعيوب من وجهه نظري بعد استخدام 5 شهور للايفون 12 برو ماكس. وارد جدا يكون في مزايا ثانيه، وارد جدا يكون في عيوب ثانيه، لكن انا ايه يعني لخصت ابرز العيوب والمزايا اللي انا شفتها وحسيت بيها في الفتره اللي استخدمت فيها الموبايل. بس كده معلم، وما تنساش بقى، ما رضيتش عكنن عليك في الاول لكن قلت عكنن عليك في الاخر، ما تنساش تعمل لايك العظيم ياليه، سبسكرايب المتين، وبعد كده تفعل النوتيفيكيشن بيل كي ياتيك منا كل جديد. ولو لسه فاضي انزل في الديسكريبشن تحت، هتلاقي برضو في الانستجرام اكاونت والفيسبوك بيج، ممكن تخش تعمل لنا فولو لو ما كانش ده هيضايقك يعني. بس كده يا معلم، ونراك في هبدات تقنيه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.